جلالة الملك عبد الله الثاني يستقبل ضيف الأردن الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وفيما تقدم جلالة الملك لاستقباله تطلق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم هذا الزعيم العربي الكبير. إذن كان جلالة الملك عبد الله الثاني في استقبال ضيف الأردن الكبير خادم الحرمين الشريفين، وكان عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء في استقبال خادم الحرمين الذي يرافقه وفد سعودي رفيع المستوى. وكما شاهدنا اصطفت ثلاث فصائل من حرس الشرف تحمل 5 أعلام حرس شرف ملكي خاص. صاحبي الجلالة، سلام. معاتنا